في رمضان اللي فات حضرتك عملتي عملت حضرتي العمدة وعملت كتيب. بالنسبه لك الاقرب لقلبك ايه؟ الاثنين حلوين، الاثنين بالنسبه لي. ما بعملش عمل وحش وما بشتغلش مع مخرجين غير شاطرين. يعني استاذ عادل اديب كان بعمل عامله معاه يعني مسلسل كله قضايا، يعني بيتكلم عن مجموعه من القضايا. ابراهيم عيسى يعني عامل موضوع، مش موضوع الوقت، يعني مواضيع. والكتيبه طبعا عمل بطولي يؤرخ للقوات المسلحه المصريه العظيمه. اكتر دور ممكن تكوني حابه تعمليه؟ لا، مفيش دور ما نفسي اعمله. هم يعني المخرجين بيشوفوني في ايه وانا عليا اختار. يعني انا اقول عايز اشتغل ايه او ما اشتغلش ايه على حسب اعمالك اللي جايه. لا لسه مفيش حاجه جديده غير فيلم بس اسمه ابو نسب. والنهارده انا جايه ابارك لمختار عشان هيزود لي الشعر ويعمل لوك، واستنوني بعد ما اعمل لوك. كنت بعمل لزق شعر ومش عارفه كان بيوقع شعري. دلوقتي لما بيبقى عندي مسلسل جديد، مختار هو اللي بيعمل حاجه كده لاين كده، ما بيبقاش باين خالص في الشعر ولا حتى بيضايقني وانا نايمه. فحتى في اللوك بتاع اي فيلم او اي مسلسل او اي شخصيه بأديها لازم اجيله هو اللي يزود لي الشعر. انا اول ما اتكلمت مع حضرتك النهارده بجد مبسوط. ميرسي، شكرا.